كشف موقع عدن نيوز أن أكبر جرائم الإمارات في اليمن هي تفتيت الوحدة وإرساء التشطير، حيث يقول إن الحرب في اليمن كان من المتوقع لها أن تنتهي في غضون أشهر قليلة، إلا أنها طالت واستعرت ووصل لهيبها كل منزل. يقول الموقع بأنه للمفارقة كانت الإمارات هي المتسببة بالنسبة الأعلى بكل المآسي في اليمن، وهي المجرم الأكبر بحق هذا الشعب، حيث تمثل هذا الجرم بهدم مشروع الوحدة اليمنية وإرساء مشروع التشطير. وبدأ هذا الهدف واضحا بعد أشهر قليلة فقط من انطلاق عملية عاصفة الحزم وتدخلها العسكري إلى جانب السعودية في اليمن وتصدرها ملف نفوذ التحالف في المحافظات الجنوبية للبلاد. وفقا للموقع فقد عملت الإمارات على إنشاء ميليشيات تابعة لها في كل محافظة وطأتها قدمة، وجميعها تكوينات قامت على أسس مناطقية وجهوية لا تعترف بالوحدة اليمنية، إذ كانت هذه التشكيلات خارجة على سلطة الحكومة اليمنية.